يعني للاسف انه مسلسل هسه جاي يعرضوه بالام بي سي، هذا يسمونه دفعه لندن، هذا شو يسمونه، طبعا اساءه واضحه للمراه العراقيه واظهار المراه العراقيه بمظهر ان تكون خادمه وان هذه وهي المراه العراقيه، المراه الاصيله الماجده البطله اللي اولادها ضحوا ودافعوا وقاتلوا داعش وهبوا هبه رجل واحد، وحقيقه هي كانت مؤازره لاولادها ولاخوانها ولازواجها في هذا القتال، وقسم منهم شارك مثل المرحومه اميمه. فهل مثل اميمه ان يطلعونها خادمه يصورها ان دفعه لندن بين تكون خادمه عند فلان دول، ويرجعون العراقي ابو الكرم ابو الشهامه ابو الغيره عندنا بس البصره اكرمت الخليج كله، وكلها شافتها كمجتمع كان اكو تغطيه للاسف، هم هذول هم ما يفتهمون طلعوا هسه بعد ما وصل بالخليجي مال البصره، لان هسه الانتقاد انا متاكد من الدول العربيه نفسها، لان هم شافوا الكرم العراقي والكرم الصحيح الموجود وهي في مدينه واحده من مدننا العريقه هي بالبصره. فللاسف هذا السبب انا اقول هو السبب القنوات العراقيه اللي استهزئت بالعراقيين نفسهم، فخلت قطه منفذ لدول الجوار ان تستهجن من هذا. حقيقه احنا كشيوخ عشائر رافضين لهذا الامر، وان نحمل حتى وزاره الخارجيه ان تتدخل في موضوع، لان هذه القنوات راجعه الى دول ومعينه ان تتدخل بقوه بان توقف هذا البرنامج او يقدمون اعتذار للمرأة العراقية والشعب.